ونصل إلى الأنباء الاقتصادية، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتزاز بلاده بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي محمد الشمسي، حيث تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ. أعرب الشمسي عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا.